مكرونة برجيلة. المكرونة اللي انتوا شايفينها دي هي مكرونة التاريخ. أبو رجيلة بيعملها من 70 سنة، يعني من سنة 1950 كان واقف بعربية صغيرة في حلوان في شارع منصور جنب المترو، وبيعمل أحلى مكرونة في حلوان كلها لأهل حلوان. وسنة ورا سنة قدر من عربية صغيرة إنه يبقى محل كبير جدا في حلوان وكل الناس عارفاه. مفيش حد في حلوان ما يعرفش مين هو أبو رجيلة. أنا عشان بحب الأكل سميت القناة أكلانجي. يلا بينا نجرب المكرونة من عند أبو رجيلة وندخل جوه التاريخ ونعرف اسرار مكرونه ابو رجيله. العربيه اللي بدا عليها ابو رجيله من 70 سنه، هي شكلها زي ما هي كده، هم جددوها وحطوها قدام المحل اللي انتوا شفتوه جوه هنا. يلا بقى تعالى نشوف المحل من جوه اخباره ايه. طبعا المكرونه بتاع ابو رجيله اللي بقاله اكتر من 70 سنه بيعملوه لاهل حلوان. دي طبعا الصلصه بتاعتهم. طبعا الحكايه بتاعت ابو رجيله بدات من زمان جدا، يعني يمكن المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي ما كانش المكان الرئيسي بتاع ابو رجيله. ابو رجيله كان واقف بره على الشارع في شارع منصور قدام محطه مترو حلوان على طول. بدا الحاج ابو رجيله الكبير بدايته مع عربيه الكشري، وكان بيقف بياكل الناس على العربيه بتاعته اللي بره دي لحد الله يرحمه. يعني عمل اسطول كبير جدا من السمعه ومن الثقه بينه وبين الناس، نخلت كل اهل حلوان بيتكلموا عنه وبيجي ياكل هنا كل يوم. احلى مكرونه في الدنيا ابو رجيله. تاكل عنده على طول؟ على طول وعلى عرض كل حاجه. المكان تحفه، الاكل زي ما انتم شايفين. طبق المكرونه، طبق المكرونه شكله شاهي جدا، طبق حلو جدا. المكرونه دي اكله الغني والفقير، وهنا لسه محتفظين ان هم يقدموا طبق المكرونه بسعر برضه معقول عن اي سعر بره. طبق المكرونه ده بيبدا من 8 جنيه، يعني انت معاك 8 جنيه تاخد طبق مكرونه محترم كمان، مش اللي هم شويه صغيرين في المحلات الكبيره. طبق مكرونه من 8 جنيه لحد 30 جنيه، يعني في 8 و10 و20 و30 في 15 كمان. طبعا انا بص لازم ابدا بالليمون، الليمون ده محطوط قدامي انا، ما ممكن احطه على الرز على فكره. يعني انا اوريكم حاجه في الصلصه هم بيعملوها حلوه قوي. شايف الصلصه؟ بص الصلصه تقيله جدا، صلصه تقيله جدا، وكمان بيحطوا عليها التقليه. نحط الاول فلفل اسود، الشطه بقى. بص الشطه بقى بتاعت ابو رجيله دي نار يا حبيبي نار. بصوا زي ما انتم شايفينها دي شطه زيت، الشطه رهيبه. اللي يجي هنا يخلي باله من الشطه دي، ادي بحذركم اهو. بسم الله، بس انا عشان بحب الشطه فانا هفتري. بسم الله وناكل احلى مكرونه في مصر كلها. بسم الله. بصوا المكرونه اصلا عامله ازاي، حاجه في منتهى الجمال، طعمها حلو قوي. تعال حاجه عند ابو رجيله تيجي بقى تلاقي العيش المحمص ده، بص عامل ازاي. يعني انا نفسي اعرف خلطه التوابل اللي بيحطوها على العيش دي، خطير. المكرونه سواها مظبوط بالشعره، لا هي معجنه ولا هي ناشفه، عاملينها بصراحه خطيره خطيره. القلم والسباجيتي كل الناس بيعملوها في البيوت، بس تيجي بقى تعملوها هتطلع بالطعم بتاع برجيلا ده مستحيل مستحيل. السر بقى فين؟ السر في بركه ربنا. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحه وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في ستره ورزقه راحت بال. يعني الكمال لله مبدل الأحوال، كل ما يرضى العبد بيزيد من هداه. لا لا من زمن الزمن من ايام العربيه. والله والله النهارده تاكل عندهم احلى حاجه، حواوشي صح الصح. بتاكل من عند ابو رجيله ولا لا؟ طبعا باكل من عند ابو رجيله. وانت انت باين عليك بتاكل من عند ابو رجيله اهو. انت اكلك من ابو رجيله؟ ابو رجيله صح الصح. ابو رجيله 100 100 100 100 اقسم بالله. اللي بيفتح مشروع وعايز ينجح يجي يتعلم من ابو رجيله هنا ازاي ينجح. طبعا انا بشكر جدا حد سيد ابو رجيله اللي اداني الفرصه ان انا ادخل ابو رجيله واصوره. ما شاء الله الناس، المكان نظيف جدا، العماله محترمه جدا، الناس كلها محتفظه بالسيفتي بتاعها. لما تاكل عند حد عامل تاريخ من 70 سنه غير لما تاكل عند حد فاتح بقاله سنه واثنين وثلاثه، تفرق كتير جدا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله تمام. اعرف اسم حضرتك. اسمي مختار. ابي يا مختار بقالك كام سنه هنا عند برج؟ بقالي 20 سنه من 2002 حضرتك. 20 سنه؟ اه ما شاء الله. من 2002 انت اللي بتعبي المكرونه؟ بعبي المكرونه بحط صلصه حضرتك. حط صلصه تمام. انت عارف معيار المكرونه ازاي؟ بتعرف ب 10 من ب 8؟ هي حضرتك اسعار ببقى عارفها مع ارتفاع ونزول الاسعار، فببقى حاطط سنجه في دماغه، معنا سنجه يعني ميزان، يعني الميزان حضرتك ببقى حاطه في دماغي، عارف ان ده ب 10 ده ب 12 فبقيم. يعني انا لو حطيت المكرونه على الميزان تطلع مظبوطه؟ تطلع مظبوطه حضرتك، ان مثلا ده ب 10 ده ب 12 ده ب 15، فبعرف افرق بين الاثنين. سنجه حافظها في دماغي مع السرعه برضك بطلعها في نفس الوقت. خد خد اللي وراه يا باشا. انا عايز ممكن اخديها انا؟ بس بقول لك ايه، لو ما تعرفش تدفع كام؟ لا بس هو انت ايوه اقلب خليك جنب، ما تريحش، ارفع ايدك لفوق انت بتقلب. ايوه كده. بص انا خلاص بقى عند ابو رجيله النهارده. تمام اتكلم علينا. تمام شفت بقى؟ اربع شهاده اكيد اشتغلت ليه واحد ببلاش. الحلواء الورد طبعا ده اسمه ورد، ده بصل حضرتك اللي بنسميه ورد. اللي بيسموه ورد تمام. ليه تسويه معينه ولا هي تسويه؟ اكيد طبعا حضرتك ده بيتفرم في المكنه وبيتحمر في الزيت على درجه نار عاليه وعلى درجه زيت تكون مغليه جدا. اللي هو ده اللي هو البصل ده حضرتك ده بيسموه ورد. لازم بنعمله مش كده خلاص عليه السلام. كل حاجه ليها صنعه، مش اي حاجه وخلاص. يعني الراجل اللي واقف ده بص بيعمل ايه؟ اللي واقف ده بقاله 20 سنه بيعمل الشغلانه دي. ايوه عشان ما عملتش الحركه دي بقى هو ما قاليش عليها. انا هصار مع الرجاله. ايه بقى الراجل اللي بيعمل الصلصه في علبه عباس؟ ايه اسم احمد؟ ابو حميد هو اللي بيعمل. بص ده بيجهز بقى. لسه في ناس بتاخد حاجات في كاسه يا احمد. والله وريك كيس كده. بصوا الكيس لسه في حد بيطلب. الكيس بكام الكيس ده؟ الكيس ده ب 5 جنيه حضرتك. الكيس ده ب 5 جنيه والله. لسه فاكرين انت الكشري لما كنا بنحط في الكيس ده؟ هو ده. لا بعد زمان على طول شغال وحش. انا بس والله يعني دايما ابو رجيله زحمه، دايما زحمه. ربنا يا رب يوسع عليهم. العلبه بتاعتكم اصلا شكلها حلو قوي. شفت برجع فيها. يعني بصوا العلبه دي، العلبه بتاعت ابو رجيله. واحده تاني بقى. انا معاك انا معاك في علبة تانية ولا ايه؟ الله وبركاته. قول لي يا عم اسلام بتعمل ايه؟ شغال على الكبده والصدق، بعمل كبده وصدق وحواوشي بقى لي 10 سنين. 10 سنين؟ اه ما شاء الله. حبيبي الكبده ما شاء الله طعمها الناس بتشكر فيها جدا. الف انا وشيف يا باشا. ربنا يا رب يوسع. اللهم امين يا رب. برج العالم من اعلام مصر. اللي تؤمر بيه حضرتك. حبيبي ربنا يوسع عليك. اللهم امين. احلى مكرونه في مصر. تحت امر حضرتك. اكلت ولا لسه هتاكل؟ هاكل لسه. تاكل هنا حضرتك؟ طيبه حظك انت بقى. اكلاندي قلب عليها سنه كده سيكا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.